ثمرة الكلام والمنوط بهذا المعنى هو تزكية النفس. نعم يعني دائما نقول أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم تتولى ما فيه غموض من الكتاب وصحيح النص كما جاء في القرآن الكريم، لكن أخشى وحاشا أن يكون هناك التباس عند البعض في نعم فهم معنى التزكية. يعني مثلا بالنظر لبعض آيات القرآن في سورة التين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه التزكية، الله عز وجل خلق الإنسان بيده في أحسن صورة وأحسن تقويم. قال أيضا في سورة النساء، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. نعم. إذن الله هو الذي يختار من يزكيه نعم. ويصطفي نعم. بهذه الفضيلة وهذه التزكية من يشاء، فضلا عن ما جاء في سورة النجم، فلا تزكوا أنفسكم، الله عز وجل يقول لبني آدم لا تزكي نفسك، لا تقل أنا، لا تقل أنا أفضل، لا لا تقل أنا أعلم، لا لا تقل أنا أعلى، فضلا عن ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس معادن كالذهب والفضة، الناس معادن كالذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان يحب الفخر، ومن دخل بيت أبا سفيان عند الفتح. ف يعني لما نحط هذه الأحاديث وهذه الآيات جنبا إلى جنب مع بعض الحكم وبعض الأمثال زي الطبع يغلب التطبع، وإن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، هل في التباس ما بين معنى التزكية وطلب التزكية نعم. مع هذه الآيات والأحاديث، فضلا نعم. عن الدارج ما بين الناس؟ نعم، ده سؤال جميل جدا جدا جدا، وكأنك أعلنت الحرب على موضوع التزكية، بس أنا إن شاء الله لا في حرب، إحنا مش حرب إن شاء الله ولا سلام بأمر ده الله. كويس جدا، لأن فعلا بعض الآيات بتفهم خطأ، فلا تزكوا أنفسكم، طب أنت بتقولي أزكي نفسي ولا ما أزكيهاش؟ نعم، هو هنا المعنى مختلف، المعنى لا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوها بما ليس فيها، لا تتكبر ولا تغتر ولا تصف نفسك بما لم يأتيك الله سبحانه وتعالى، فلا تزكوا هنا، ما تفضلش نفسك على غيرك. الأمر الثاني، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الخلقة أحسن تقول خلقة، واستعداد النفس لأن تتزكى وأن تتدنس، هذا أحسن تقويم. فما نقولش مش محتاجين تقويم، مش محتاجين تزكية، إزاي هو أحسن تقويم؟ ده ليس معناه أن الإنسان كاملا مكملا ليس يحتاج إلى تزكية، بنص الآيات الأخرى يعني هل التقويم هنا في الهيئة والخلقة؟ الهيئة. نعم، الهيئة هو نعم. برضو التزكية عشان نقف معاها كويسة، إن الخلق هو صورة الظاهر، نعم، والخلق هو صورة الباطن، الخلق صورة البدن جمال الخلق، والخلق هو صورة النفس، اللهم حسن خلقي كما حسنت الله يخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصانا لما نعم. ننظر في المرآة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي نعم. وحرم وجهي على النار نعم. فإحنا هنا في التزكية بنتكلم على جمال النفس وجمال الخلق. كم من إنسان جميل الخلقة ولكنه دميم الخلق، سيء الخلق، المظهر والمخبر. فهنا مسألة النفس، التزكية معنية بالنفس الإنسانية، أن تزكيها، أن تتعلم وأن تترقى. التزكية ليها ثلاث معاني، أول معنى هو التطهير، قد أفلح من زكاها، طهرها من رذائل الأخلاق، من الكذب والغش والخيانة والحسد والغرور والكبر والطمع والشح والبخل، أمراض كثيرة، تزكية النفس منها، تطهرها منها، وتحليتها، تخلية وتحلية، تحلية النفس بماذا؟ بحب الله سبحانه وتعالى، والصدق والأمانة والعفاف، والشجاعة والصبر والمروءة والجرأة، فده تخلية وتحلية وتنمية، تنمية مهارات النفس واكتساب كل المؤهلات التي تجعل المسلم قائدا. وما هي مهارات النفس؟ النفس المهارات متعددة، مهارات بدنية، مهارات عقلية، مهارات نفسية، مهارات القيادة، مهارات إدارة العلاقات مع الناس، الذكاء الاجتماعي. هل الذكاء الاجتماعي يدخل في طور تزكية النفس؟ طبعا الذكاء الاجتماعي موجود في يعني في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام يجد الذكاء الاجتماعي ويجد حسن الخلق وحسن المعاملة حتى مع المسيئين حتى مع الأعداء، شهدوا له جميعا. فهذا نوع من الاستيعاب للناس ونوع من الصلابة، الصلابة النفسية، النفوس، الهشاشة النفسية منتشرة الآن، لم تعد خفية على أحد. فمسألة النفس تتخلى عن الرذائل وتتحلى بالفضائل وتكتسب المهارات والإمكانيات التي تجعل المسلم حقيق بأن يكون هو خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض
والأمة التي هي الأمة الوسط القائمة على هداية الله سبحانه وتعالى. فده معنى التزكية بشموله تحلية وتخلية وتنمية. وأطول قسم في القرآن جاي على هذه المسألة، 11 مقسم عليه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. في إيه؟ إيه المقسم عليه؟ قد أفلح من زكاها. الفلاح كله مرهون بهذه التزكية، والخسارة كلها وقد خاب من دسها. دسها صغرها ودنسها. فالفلاح كله مرهون بهذا الأمر في الدنيا والآخرة. الإنسان لما يزكي نفسه هيكتسب المهارات اللي تجعله يشتغل في أحسن وظيفة، هيكتسب الإمكانيات والصفات تخلي الناس تثني عليه وتمدحه. فالنجاح في الدنيا والآخرة مرهون بالتزكية التي هي موضوع لقائنا.